الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم عبد العزيز محيو، رئيس مهرجان ديال السينما الفيلم الوطني القصير، مهرجان الوطني للفيلم القصير اللي كتنظمو جمعية الستار للسينما هذه السنة بتعاون مع جملة من الفعاليات الفنية ذات الاهتمام المشترك. طبعا هذه الدورة الأولى بالنسبة لمدينة تطوان، على أن هذا المهرجان هو يأتي نتيجة عمل، نتيجة جهد بذل منذ سنتين، وسبق لنا أن شاركنا في دورتين، الدورة الأولى والدورة الثانية بمدينة سلا، طبعاً بالتنسيق مع جمعية حمامة السلام والثانوية العليا ألوان. وبالتالي هذه المغادرة اليوم تأتي في سياق امتداد بغينا نقولوا لهذه المشاركة عبر مرحلتين أو عبر سنتين في مدينة سلا، واللي بالفعل من خلال تتبع والرصد لجملة التظاهرات الفنية، المسرح، السينما وغيرها، لاحظنا أنه ما يزال هنالك جانب من الجوانب لم يأخذ حقه من الاشتغال ومن المقاربة، أي بمعنى أننا لم نوليه أهمية في الوقت الذي يعتبر هذا الجانب وهذا البعد من الأهمية بمكان، وهو البعد التربوي. ولذلك فنحن نركز في هذا الاتجاه على السينما التربوية، على اعتبار أن هنالك مهرجانات أخرى تعنى بالجوانب الأخرى أو بالأبعاد الأخرى. ولذلك حتى لا نكرر التجربة أو لا نكرر المبادرات أو لا نخلق تنافسية غير شريفة، فإننا نعتقد أننا استقر رأينا على الأقل في التأسيس على الاهتمام بالسينما التربوية، خاصة وأننا بدأنا نلاحظ أنه في المؤسسات التعليمية هنالك مجموعة من الأندية السينمائية. هذه الأندية السينمائية بدأت بالفعل تبدع، بدأت بالفعل تنتج، بدأت بالفعل تولي أهمية كبيرة للعمل السينمائي. ونحن نعتقد أن السينما هي مدخل من مداخل إصلاح المنظومة التربوية، أو إذا صح التعبير بشكل دقيق أكثر هي آلية من آليات مقاربة المشاكل التي تعرفها المدرسة العمومية، على اعتبار أن السينما يمكنها أن تعالج مجموعة من الظواهر السلبية كالتعاطي المخدرات، الانحراف، الهدر المدرسي وغير ذلك من الموضوعات التي يمكن أن تصبح مادة خامة يمكن لكاتب سيناريو أو للمبدع أو للمخرج أو للممثل أن يرسل من خلالها جملة رسائل تربوية لناشئتنا ولتلاميذتنا في المؤسسات العمومية. ولذلك لا غروة أن يأتي هذا المهرجان في دورته الأولى التي تنعقد اليوم أن يأتي مكملا وإن شئتم ناشئا أو منشئا ومؤسسا لسينما أو لظاهرة جديدة في العمل السينمائي بمدينة تطوان وهي السينما التربوية. أعتقد هذه هي الغاية الكبرى من الاشتغال على تيمة السينما التربوية. بالمناسبة كما نعلم بأن في مؤسستك مدرسة أنوال لديك أسبوع ثقافي، هل يمكنك التحدث عن هذا الأسبوع كيف يتم؟ كيف كانت افتتاحه؟ كما نعلم أن البارحة كانت أول افتتاح ليس البارح فقط، ربما اختلط عليك الأمر. الافتتاح سيكون يوم 1 يونيو، يوم السبت. يوم السبت واحد يونيو، بعد أسبوعين. بالفعل الثانوية التي أتشرف بتدبير مرافقها ومفرداتها التربوية والاجتماعية والثقافية منذ الموسم الدراسي 2007-2008 أسست لمهرجان ثقافي سنوي، وهذه السنة إن شاء الله ستنظم دورتها السادسة. طبعا هذا المهرجان يأتي تتويجا للجهد التربوي الجمعي الذي تطلع به كل مكونات الحياة المدرسية داخل
الثانوية الإعدادية. نحن نعتقد أننا منذ تأسيس إلى الآن استطعنا أن نرسخ ثقافة، استطعنا أن نرسخ قيم، استطعنا أن نبلور مفاهيم مع تلامذتنا ومع أساتذتنا ومع المحيط أيضا، بما في ذلك الإعلام، المجتمع المدني، والآباء والأمهات والفاعلين الاقتصاديين وغيرهم. وبالتالي أصبح الآن مهرجان أنوال السنوي هو محطة أساسية في مدينة تطوان، لم يعد فقط مقصورا أو خاصا للثانوية الإعدادية أنوال، ولكنه صار اليوم تظاهرة لساكنة تطوان كلها، ونحن سنعمل على تطويره إن شاء الله في المستقبل لكي لا يظل حديثا جدران المؤسسة. طبعا المهرجان هذه السنة سينعقد تحت شعار الحياة المدرسية ومفردات التنمية البشرية، المقومات والمبادئ، وفي كل سنة يكون عندنا شعار للدورة التي تنعقد سنة تالية، على أننا منذ التأسيس الآن نسير بكيفية تدرجية في مقاربة كل الشعارات وفي مقاربة كل الأطر المرجعية في المجال التربوي. طبعا نشتغل على الحياة المدرسية، وإذا ما حاولت أن أكون نوعا ما موصفا لما كانت عليه المؤسسة ولما آلت إليه، أستطيع أن أقول باطمئنان كبير إن الثانوية الإعدادية أنوال يمكن وصفها اليوم بأنها مؤسسة نموذجية، على الأقل في العلاقات، على الأقل في المجال الفكري والثقافي، على الأقل حتى في مجال التحصيل. هذه السنة نحن نجني ثمار السنوات السابقة. طبعا سيكون اختلاف وتغيير في وتجديد المهرجان عن السنوات، مما لا شك فيه. نحن أيضا عندنا في المهرجان السنوي للثانوية الإعدادية أنوال تقليد، كل سنة نركز على قيمة حضارية وثقافية للمجتمع المغربي وتحديدا للمجتمع التطواني. ففي الدورة الأولى كانت إذا أردنا أن نقول القيمة الحضارية والثقافية كانت هي رمز البوجة، لما تحمله من دلالات اجتماعية وثقافية وفكرية في أعراس أبناء هذه المدينة، في أبناء الوطن ككل. ثم في السنة التي تلت حاولنا أن نكون أكثر عمقا وأن يمتد صيتنا إلى أقاليمنا الصحراوية الجنوبية، الصحراء المغربية، وكان أن أدخلنا في جملة هذه العناصر الثقافية قيمة الجمل، قيمة الناقة بما تحمله من رمزية لتاريخ العرب ولتاريخ المنطقة ولتاريخ الأقاليم الجنوبية وحضورها في الوجدان والكينونة المغربية من الشمال من طنجة إلى الجويرة. أيضا في إذا شئتم استرسلت وإذا شئتم توقفت. كلمتكم لأهل مدينة تطوان؟ تطوان هي مدينة بالفعل تستحق أكثر مما نقدم لها. نحن فقط نحاول أن نساهم بما نملك من القدرة ومن الإمكانيات أن نعيد بعض الاعتبار وبعض الجميل لهذه المدينة التاريخية، هذه المدينة التي لا شك أنها شكلت على مدار التاريخ نموذج للسلوك الحضاري والسلوك المدني. نحن نعرف أن شعب، إذا صح هذا التعبير، أو ساكنة تطوان تعتبر من الساكنات المتحضرة في المنطقة المغاربية، هذا معروف تاريخيا على مدينة تطوان. لذلك أقول أو أوجه نداء إلى الجميع، إلى المجتمع المدني، إلى الإعلام، الصحافة، كل من يستطيع أن يحيي ذاكرة مدينة تطوان سيكون بالفعل ينجز مقدمة أساسية نحو نهضة هذه المدينة في كافة المجالات. كلمتكم لبريس تطوان؟ بريس تطوان هو موقع إعلامي أو منبر إعلامي أحترمه وأقدره كما أحترم كافة المنابر الإعلامية، وأعتقد أنه بدون إعلام لا يمكننا أن نتقدم بالوتيرة التي نريد. فالإعلام يستطيع أن يحرك، يستطيع أن يستفز، يستطيع أن يقلق الفاعل، وبالتالي على الفاعل أن يشحذ
دائما أدوات الفعل لديه كيما يكون في المستوى لكي لا يتعرض لنقد الإعلام، ونقد الإعلام ضروري لبناء اللحظة التاريخية التي نروها جميعا. شكرا.